حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلية من تبعات التصديق على مشاريع ومخططات استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة ومنها القدس. واتهمت الخارجية الاحتلال بتأجيل هذه المخططات لما بعد زيارة بايدن لاستغلالها في انتخابات الكنيست. ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى تطبيق تصريحاتها المتعلقة بوقف الإجراءات الأحادية ومنها الاستيطان، لأنه يشكل خطرا كبيرا على حل الدولتين. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا من رام الله مراسل العربي فادي العص. أهلا بك فادي. لو تضعنا في تفاصيل أوفى عن ما دعا الخارجية الفلسطينية لإصدار هذا التصريح والحديث عن مخططات استيطانية جديدة. الأرض الميدان ما دعاها للحديث عن ذلك. كنا بالأمس نحن في العربي في أحد النقاط ما بين نابلس ورام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، وكان هناك مخطط استيطاني سيبتلع ما يقارب من 1500 دنم من أراضي الفلسطينيين هناك، سيربط بعض المستوطنات ببعضها البعض أو يحاول تشرعة أو يعني أخذ شرعية من الاحتلال لبعض البؤر الاستيطانية هناك. هذا ما دفع وزارة الخارجية الفلسطينية للحديث عن ذلك، خاصة أنها تخشى من احتمالية أن يكون هناك تنافس مع انتخابات إسرائيلية قريبة على زيادة الاستيطان والذهاب نحو انتقام أكثر من الفلسطينيين حتى يكون هناك أصوات على حساب المواطن الفلسطيني. رولا، أيضا نحن نتحدث عن تصريح لمحمد شتية رئيس الوزراء الفلسطيني قبل قليل في رام الله في إحدى الاحتفاليات، كان قد تحدث وأشار إلى زيارة بايدن وقال إنه أن بايدن يعني أكد على الحق في الدولة الفلسطينية على حدود عام 67، ولكن الأهم من هذا التأكيد أن يكون هناك تأكيد على عدم التوسع الاستيطاني، أن يكون هناك تأكيد على وقف القتل، وقف هدم المنازل، وقف تشريد المواطنين الفلسطينيين. خشية فلسطينية واضحة عبرت عنها الخارجية في هذا البيان، وواضح جدا أن هناك احتمالية لأن يكون توسع استيطاني كبير، وإن لم يتم الإعلان عنه كما وعدت الحكومة الإسرائيلية الرئيس الأمريكي بأنها إذا اتخذت أي قرار حول التوسع الاستيطاني فإنها ستشعر الإدارة الأمريكية بذلك، لكن يبدو أن الميدان على الأرض التوسع يعني مستمر، التوسع الاستيطاني واضح كما ذكرت لك في المقدمة. كنا بالأمس هناك ولاحظنا أن هناك محاولة للحد من العمل الفلسطيني في بعض المناطق خاصة المصنفة جي وفق اتفاقية أوسلو التي تسيطر عليها سلطة الاحتلال أمنيا وميدانيا، وهناك يعني عمل ليل نهار في كثير من المستوطنات لتوسعة هذه المستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية. هذا ما أكدته وزارة الخارجية وهذا ما يتحدثه الميدان في الضفة الغربية تحديدا وفي منطقة القدس المحتلة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل من رام الله مراسل العربي فادي العصا.